أجرى وزراء خارجية دول آسيا الوسطى ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل مشاورات في عاصمة كازاخستان نور سلطان حول قضايا الأمن والتعاون في إطار اجتماع C5+1. وتم تدشين صيغة الاجتماع في نوفمبر من عام 2015 من أجل حل المشاكل المشتركة في الأمن والبيئة وتحسين التبادل التجاري في هذه المنطقة وتسهيل التجارة والاستثمار الأمريكي في آسيا الوسطى. وصرح وزير خارجية كازاخستان بيبوت أتومكولوف أن استراتيجية التعاون الأمريكية في آسيا الوسطى تتفق تماما مع مصالح هذه الدول. وجرى في الاجتماع مناقشة قضايا السلام في أفغانستان والنقل ومشاريع للبنية التحتية والأمن الإقليمي.